أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدرديري، الذي أبدى تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. شدد وزير الزراعة علاء الدين فاروق على ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي وتقنين الأوضاع، فضلا عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح وتسويق محاصيله وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج له. وخلال اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، شدد وزير الزراعة على أهمية تكثيف الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين والتواصل معهم في الحقول بشكل مباشر ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة لزيادة الإنتاجية من المحاصيل. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال الأسبوع الجاري بفضل توقعات بزيادة الطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وصعدت العقود الأجلة خام برنت بنسبة 0.5% ليصل إلى 86 دولار و54 سنت للبرميل، بينما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 83 دولار و16 سنت للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى دولارين و32 سنت لللتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 0.3% لتسجل دولارين و68 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن تصفير الديون لصندوق النقد الدولي يعكس الجدارة الائتمانية العالية ورصينة للعراق، بينما أشار إلى أن العراق في طور تسديد قروض تنموية طويلة الأجل للبنك الدولي الفترة المقبلة. قال صالح أن العراق دخل بحوالي 5 برامج مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2018، ومنها 3 برامج للاستعداد الائتماني، وجميعها اتسمت بتقديم قروض وظيفتها إسناد حالة الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في العراق. أكد مكتب الإحصاء الباكستاني أن معدل التضخم السنوي في باكستان ارتفع إلى 23.59%، وأشار مكتب الإحصاء الباكستاني إلى أن أبرز زيادات الأسعار كانت ل 29 منتجا أساسيا خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت أسعار 17 منتجا وظلت أسعار 5 منتجات ثابتة، مشيرا إلى أن أسعار الديزل شهدت ارتفاعا بنسبة 3.58%، وسعر البنزين بنسبة 2.88%، كما ارتفعت أسعار الدقيق بنسبة 10.57%، وأسعار الألبان ارتفعت بنسبة 8.9%. قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري يوسف شرفة إن الوزارة وقعت عقدا مع مجموعة بي اف الإيطالية لمشروع يتعلق بإنتاج الحبوب والبقوليات على مساحة 36 ألف هكتار بولاية تيمومون بقيمة إجمالية تبلغ 420 مليون يورو. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا ومصطفى، إليكما. شكرا لك ليلى.